كتبدا القصة ديال الفيلم ديالنا مع بنت سميتها ليلي، كنشوفوها وهي كتلعب مع الكلب ديالها اللي سميتو ليغون، وجات امها وقالت ليها راكي غادي تعيشي مع باك في مدينة سيدني. وهنا كنعرفوا ان باها وامها مطلقين، وباها ما شافهاش منين كان عندها 3 سنين. موراها كتديها امها عند باها، وباها شاف الكلب ليغون ومعجبوش الحال، حيت باها ما كيعجبوش الكلاب وما باغيش الكلب ديال بنته، وقال لها يلاه نمشي، وهي ما بغاتش وقالت ليه انا كنبغي الكلب وما نقدرش نتفارق معاه. صافي باها وافق يدي الكلب معاه باش بنته ما تقلقش. منين وصلوا ودخلوا للدار شافتهم جارتهم، وتفاجات فاش شافت الكلب، وداك الساعه ولات معصبه وقالت ليهم ممنوع يدخلوا الكلاب لهاد البلاصه، وبدات كتهدد في باين ليلي وقالت له الا ما خرجتيش الكلب غادي نبلغ بيك. ولكن باين ليلي ما داهاش فيها ودخل بنته والكلب للدار. في الليل الكلب جا باش ينعس حدا ليلي، ولكن باها ما بغاش يخليها تنعس وحدها، ودا الكلب للدوش. الكلب ليغون ما موالفش هكاك وبدا ينبح الليل كامل، وبسبب النباح ديالو الاب ما قدرش ينعس. ليلي ناضت ومشات عنده للدوش وجبدات البوق ديالها وبدات كتعزف ليه النغمه اللي كتعجبه. موراها تهدن ونعس، وهي نعسات حداه في البانيو. وفي النهار الثاني الجاره مشات علمات مول الدار على الكلب وقالت له راه عضها، والليل كامل هو كينبح، ودار ليها الصداع وما خلاهاش تنعس. جا مول الدار وقال للاب راه خاصك تخلص غرامه على الكلب اللي عندك. باين ليلي قال له ما عندي تاكل، وبان داك الساعه ليغون موراه، وعرف مول الدار ان الاب كيكذب. الاب طلب السماحه وقال له ان هذا النهار غادي نجري على هذا الكلب. ليلي فاش سمعات الهضره ديال باها تقهرات. داك الساعه الاب مشى لخدمته، وليلي دات معها ليغون للدرس الموسيقى ديالها، وخبعاتو في الخزنه ديال الالات بلا ما تعلم حتى واحد. ومنين بداو يعزفوا على الالات الموسيقيه ليغون خاف من الصوت وخرج من الخزنه ومشى كيجري. الاستاذ الموسيقى منين شافو عرفو ديال ليلي، فبدا يغوت عليها وقال لها خرجي هذا الكلب عليا برا ولا غادي نجري عليك. ولكن ليلي ما بغاتش تخرجو بوحدو وخرجات معاه، والاستاذ قال ليها ما ترجعيش عندي مره اخرى. ليلي خرجات وبدات كتمشى مع ليغون، وفي هذا الوقيته جابها عندها باش يديها وقال ليها راني مشيت للدرس الموسيقى وما لقيتكش وتخلعت عليك. وهي عودات له اش وقع، وهنا باها تقلق منها وقال ليها الكلب ما غاديش يدخل للدار حيت مول الدار ما كيبغيش. ووقف الطوموبيل وخدا الكلب وخرجوا منها بالسيف. ليلي تقهرات وبدات كتبكي، فطلعها باها للطوموبيل وديمارا وزاد. ليغون بدا كيجري موراهم وبغى يطلع للطوموبيل ولكن ما قدرش، وبقى غادي موراهم تتلفوا عليه. وشحال هو غادي تجاه الجوع والعيا، ووصل لواحد السوق وشاف محل كيبيع اللحم، وشاف واحد الكلب بيض ومشى موراه. ومنين وصل لواحد البلاصه لقى الكلاب الاخرين باغين ياكلوا، وبقاو كينبحوا مجهد. مول المحل خرج وفي يديه موس، وكان قدامه ليغون وبغى يقتلو، ولكن جا الكلب البيض وعض مول المحل من رجله. داك الساعه ليغون والكلب البيض هربوا، توصلوا لواحد البلاصه امنه وفيها الماء، وبزاف الكلاب كتجمع تما باش تشرب ويعوموا في داك البلاصه. ولكن على غفله جاو الطوموبيلات ديال محاربه الكلاب، وبقاو كيجريو عليهم باش يديوهم ويقتلوهم. ولكن ليغون هرب وجرى بالزربه، والموظفين بقاو تابعينه. وقبل ما يشدوه واحد المتشرد نقدوه وخبعوه حداه، وشويه داك المتشرد دار على العنق ديال ليغون حبل وربطه باش يتحكم فيه. ليغون بقى كيتقاتل باش يحرر راسه وما قدرش. ليلي رجعت للبلاصة فين خلاو الكلب وبقات كتعيط ليه باش يرجع ليها، ولكن بلا فايدة، وتقهرات عليه وبقات كتمشي وتقلب عليه في البلايص كاملين، وكتلصق التصاور ديالو مكتوب عليهم اللي لقاه يتصل بيها. اما ليغون داه داك المتشرد عند التاجر ديال الكلاب وباعو ليه. داك التاجر حطو مع كلاب متوحشة وعطاه واحد المنوم، وليغون نعس. وهو داه لعند واحد المدرب اللي بدا كينجر ليه سنانو باش يوليو ماضيين حيت باغي يدخل به القتالات ديال الكلاب. المدرب بدا كيعاملو بقسوة باش يولي كلب ديال القتالات. ومنين جا النهار ديال القتال المدرب خدا ليغون وحط المراهنة عليه. ليغون اول مرة في حياته يتقاتل مع كلب واحد اخر، وهنا منين بدا القتال ليغون قاتل بهمجية وبالجهد. ومن بعد قتال طويل ليغون ربح، ولكن الكلب الثاني مات والمدرب ربح الرهان. ولكن هنا كنشوفو ليغون ندمان حيت قتل الكلب الثاني بلا ذنب. وفي هاد اللحظه مشى الضو، وليغون استغل الفرصه وهرب وبدا يجري باش يبعد منهم. وفعلا هرب وقدر يرجع للشارع، وتما تلاقى بالكلب الابيض اللي نقدو من مول المحل. ليلي مازال كتقلب على ليغون، ومشات لواحد البلاصه كيجمعوا فيها الكلاب ديال الشارع،
وتلاقات بالمسؤولة تما وراتها التصويرة دليقون وسولتها واش شافته، ولكن المسؤولة جاوباتها باللي هاد الكلب عمرها شافته وما كاينش هنا ويقدر يكون مات. ليلي تصدمات ومشات كتجري وهي كتبكي. منين خرجات لقات شي حد شفر ليها البيكالا ديالها، فبقات كتجري مسافة طويلة حتى تلاقات بالصديق ديالها من القسم ديال الموسيقى وعودات ليه اش وقع ليها. فقال ليها انا دابا غادي للحفلة موراها نديك فين باغا، ومشات معاه وعيات ساينو تداها النعاس. في الصباح جاو البوليس حيت كانوا تما كيضربوا المخدرات وشدوها تا هي حيت حسابهم كتعطى المخدرات، ولكن منين داروا لها التحليلة عرفوها ما دايره والو وخلاوها تمشي. وجابها لعند البوليس وتما بقى كيبكي وقال ليها سمحيلي انا اللي جريت على الكلب ديالك وما كنتش عارف باللي راكي تال هالدرجة متعلقة به. وقال ليها غادي نجيب لك كلب واحد اخر، وهي جاوباته ما خصنيش شي كلب واحد اخر وخلاته ومشات للدار. وباها بغى يصلح معها العلاقة، ولكن هي مازال مقهورة من جهة ليغون. ليغون كان مازال مع الكلب البيض. تما جات الطوموبيل ديال محاربة الكلاب وبغاو يهربوا وما قدروش وشدوهم وداوهم للمركز. تما كانت داك المسؤولة اللي تلقاتها ليلي وشافت ليغون مضروب ومريض وقالت للموظفين هاد الكلب صيفطوه عند الكلاب اللي غادي يتقتلوا. ليغون مشى وشاف هاد المسؤولة كتدق للكلاب يبرا باش يموتوا ويرتاحوا من مرضهم. ليغون بقى فيه الحال وجا الموظف داه للقفص تجي النوبة ديالو يقتلوه. تما ليغون قدر يحرر راسه وشاف داك الموظف شوفه كتخلع وهجم عليه وقتلو، ومشى فتح على الكلاب الثانية اللي كانوا غادي يقتلوهم تاهما والكلاب كاملة هربات. ليغون شاف المسؤولة اللي كانت كتقتلهم فهجم عليها هو والكلاب، حيث الكلاب ولات كتعتبر ليغون القائد ديالهم. الكلاب بدات كتجري في وسط المدينة وناضت الفوضى وبدات الكلاب كتقتل في الناس وتقلبات عليهم حيث البشر عاملوهم ممزيانش وتعداو عليهم. المدينة عمرات بالخوف والفوضى. ليلي خدات البيكالا ديالها ومشات تقلب على ليغون وتفاجأت من لقات الكلاب كاملين تابعينها وبغات تهرب، ولكن الكلاب ضربوا لها البيكالا وطيحوها، ومنين طاحت الكلاب ما قاسوهاش وكملوا طريقهم. ليغون مشى لداك التاجر اللي دار به المراهنة وهجم عليه هو والكلاب وقتلوه. ليلي مازال كتقلب على ليغون وشافت مول المحل ديال اللحم حتى هو مقتول، وعرفت ان ليغون داز من تما والكلاب دابا كتنتقم من الناس اللي اداتها. فعيطات لباها وقالت له ما تخرجش للزنقه وحدي راسك حيت الكلاب كتنتقم من اي واحد تعدى عليها، وسولها على هي فين وقال ليها راني مخلوع عليك. فجاوباته انا بخير وقطعت المكالمه. مراها مشات تقلب على ليغون. ليغون مشى قتل تجاره ديال باين ليلي، ومنين رجعت ليلي للدار لقاتها مقتوله وعرفات ليغون اللي دارها وخافت بزاف على باها. فمشات عند باها للخدمه وقبل ما يفتح ليها الباب وصل ليغون والكلاب اللي معاه وهما عوالين يهجموا على باين ليلي. تما ليلي وقفات قدام ليغون والكلاب وبقات تشوف له في عينيه وشافته هو غضبان ومتوحش. ليغون ما عرفهاش بسبب داكشي اللي داز عليه وبغات تهضر معاه، ولكن باين هو جاعر والكلاب بانت موراه وكانت واجدة باش تهجم. ليلي خافت وجرات وبغات تهرب، ولكن منين وقفات تا ليغون وقف وباين عليه باللي ما باغيش يهجم عليها. الكلاب التانيين كيساينوا القائد ديالهم يقرب عليها باش يهجموا، وبدات ليلي تفكروا باللي هي الصديقة ديالو فبدا كيتفكر. وهنا خرج باها شاعل العافية باش تخاف الكلاب وتبعد على ليلي. هي قالت لباها ما تدير والو وجبدات البوق ديالها وبدات كتعزف ليغون الموسيقى اللي كتعجبه. ليغون تفكرها موراها تهدن ونعس في الارض. الكلاب التانية قلداتو حيت هو القائد ديالهم، وبقات ليلي كتعزف وهي كتبكي. وفاش سالات نعسات حدا ليغون وجاب باها تا هو نعس حداها، وقدات ليلي تسيطر على ليغون والكلاب ويبقاو في امان ويحيدوا الوحشيه اللي ولات عندهم. وهنا تسالى الفيلم ديالنا. نتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تفرجوا في الملخصات الفايته وديروا اشتراك باش تشوفوا الملخصات الجايه. تهلاو ونتلاقاو في الملخص الجاي.